اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبه والطلبات في حلقه جديده من برنامجكم في بيتنا مدرسه. النهارده باذن الله هناخد ماده اخرى من مواد التصنيع الغذائي وهي ماده حفظ وتصنيع اللحوم. هنستكمل النهارده ما بداناه في الجزء الاولاني او الحلقه الاولى اللي احنا خدناها ماده تصنيع اللحوم، حفظ وتصنيع اللحوم. خدنا وعرفنا يعني ايه كلمه لحوم بسرعه كده، قلنا هي عباره عن الانسجه، تلك الانسجه الحيوانيه الصالحه للاستهلاك الادمي، اللي هي بتشمل العضلات والدهون وما بين قوسين كده الاعضاء الداخليه زي القلب، الكبد، الكلاوي، الكرشه، الفشه، الحاجات اللي احنا كل الطحال، او المنتجات المصنعه من تلك الانسجه. تمام كده؟ ما عدا طبعا ان احنا في حاجات ما بنستخدمهاش زي الاظلاف، وزي ما قلت الصالحه للاستهلاك الادمي. وكان دايما في سؤال شائع يقول لك شيوع خاطئ، ان احنا بنقع في خطأ اللي هو ان اللحمة تعني اللحم الاحمر، وقلنا لأ، لان الاجابة على السؤال ده لان يوجد انواع كثيرة من اللحوم، في منها مجموعة اللحوم الحمراء اللي احنا نعرفها اللي عبارة عن الابقار والجاموس والاغنام والابل والماعز والجمال، في مجموعة حيوانات اللحوم الداجنية اللي هي عبارة عن الدواجن بجميع انواعها، سواء بقى الفراخ، البط، كلها منزلية، خلي بالك الدواجن المنزلية، البط المنزلي، الروم المنزلي، الحمام المنزلي، السمان المنزلي، حسب التربية. وقلنا في مجموعة لحوم الصيد اللي هي عبارة عن الحيوانات البرية او الطيور البرية. قلنا في مجموعة لحوم الاحياء البحرية اللي هي منها انواع عديدة، سواء اسماك او قشريات او جمبريات، دي انواع عديدة، او رخويات زي الصبيط، انواع عديدة. يبقى اذا ده شيوع خاطئ. بعد كده بدأنا نتكلم في جزء مهم اللي هي تأثير أو العوامل المؤثرة على أنواع اللحوم، اللي قلنا على رأسها اللي هي مثلا نوع الحيوان، جنس الحيوان سواء ذكر أو أنثى بيأثر في نوع اللحوم. قلنا أيضا العمر بتاع الحيوان، الحيوان الكبير في السن له مواصفات في اللحمة، والحيوان الصغير في السن له مواصفات في اللحمة. نوع التربية، قلنا ان الحيوان اللي بيربى لانتاج اللحوم خلاف الحيوان اللي بيربى لانتاج الالبان، خلاف الحيوان اللي بيربى لانتاج الصوف، خلاف الحيوان اللي بيربى لانتاج البيض، فبالتالي نوع اللحمة هيختلف لان العليقة هتختلف اللي هو بياخدها. وخدنا حيوان بتاع ده، خدنا ايضا حيوان اللحم النموذجي، وقلنا اللي هو على شكل متوازي مستطيلات، ان الرقبه مندمجه في الكتف، ان الشكل بتاعها اسطواني، الجسم شكله اسطواني ايضا بجانب انه متوازي مستطيلات. قلت القوائم قصيره وممتلئه، انت العظام من اعلى مختفيه اللي هي العظام الدبوسيه سواء في الكتف او في الخلف، قلت الصدر عريض ومتسع، المسافه ما بين الارجل الاماميه والخلفيه كبير، دي كلها صفات حيوان اللحم النموذجي. ناخد النهارده جزء مهم جدا وهو شروط الذبح الجيد ومقاطع الذبيحه. خلي بالك ان الجزء العملي بتاعك، جزء النظر هنتكلم فيه، والجزء العملي ان انت تشوف الذبح في مجزر آلي، بتشوفه بيتم ازاي وشروطه ايه، ومقاطع الحيوان ازاي تقسمها، لان ممكن يقول لك اذكر الربع الخلفي من الذبيحه، او اذكر الربع الامامي من الذبيحة، او من الربع الخلفي من الذبيحة ما بين قوسين نقط 1 2 3 4 مثلا، او يحاول يلخبطك ويجيب جزء من الربع الامامي يحطه في الربع الخلفي. فلما اجي اتكلم على الذبح السليم، ذبح الحيوان لا يتم الا داخل المجازر الآلية المتخصصة، ودي شروط اساسية ليه وزارة الصحة لأسباب عديدة. على رأس هذه الأسباب إن عشان أدخل حيوان يندبح داخل المجزر هيتم عليه نوعين من الكشف البيطري. في حاجة اسمها الكشف البيطري على الذبيحة قبل عمليات الذبح، والكشف البيطري على الذبيحة بعد عمليات الذبح. تقول لي هو في كشف قبل الذبح وكشف بعد الذبح؟ في كشف قبل الذبح وكشف بعد الذبح. ليه بكشف قبل الذبح وليه بكشف بعد الذبح؟ سؤال ممكن يجي لابنائنا، لماذا يتم الكشف على الذبيحه قبل ذبح الحيوان، وايضا علل يتم الكشف عليها بعد ذبح الحيوان.
لان في امراض في الحيوان تظهر ظاهريا عليه، فلازم اكشف عليه ظاهريا، وممكن اشوفها والطبيب البيطري يشوفها ويلاحظها ظاهريا على الحيوان فيقول ده ينذبح ولا لا. وفي بعض الاحيان ممكن يقول لك ده ينعدم خالص، ما ينفعش حتى يتعالج ويرجع تاني. وهتعرف الامراض دي لازم تعرفها. وفي امراض ما يقدرش الطبيب البيطري يشوفها خارجيا على الحيوان، ما يقدرش يعرفها الا بعد ذبح الحيوان ثم فتح الحيوان بعد عمليات السلخ وتفضيض، اثناء تفضيض المحتويات الكرش يقدر يشوف الحيوان ويكشف عليه داخليا سواء من محتوياته او جسمه. وبالتالي الامراض دي مش هتظهر عليه خارجيا، فتستدعي انه يكشف بعد عمليات الذبح. وهنا ده السؤال، هو لو انا ذبحت الحيوان وجيت اكشف عليه بعد الذبح هيعرفه الطبيب؟ اه، في المجازر المتخصصة، المجازر السليمة، الحيوان بيترقم، ولما بيترقم بياخد علامة ومحتوياته بتاخد رقم، فحتى لو فصلت محتوياته عن الذبيحة فمعروف ان رقم المحتويات 3 تخص الذبيحة 3، يبقى عرف على طول هو بيكشف عليه. طب ما تيجي نعرف كده ايه هي الامراض اللي الطبيب البيطري بيتعرف عليها في الحيوان قبل الذبح. اول مرض وهو الحمى القلاعية، يبقى اول مرض بيكشف عليه الطبيب او ممكن يشوفه ظاهري الحمى القلاعية. بيعرفوا منين الطبيب البيطري على الحيوان؟ الحيوان المصاب بالحمى القلاعية بيبقى عنده ارتفاع في درجة الحرارة بتصل الى 42 درجة. في نفس الوقت كمان بيبقى عنده بعض الفقاقيع اللي بتبقى موجودة على الخط بتاعه، بداية الفم واللسان، وقد تصل الى بعض الانفجار فتعمل تقرحات، وقد تطال التقرحات دي وتصل الى الضرع والحلمات. يبقى الطبيب بيكشف عليه وبيشوف درجة حرارته لو مرتفعة ولا لا، وبيشوف الخطم بتاع الحيوان اللي هو الفم بتاعه. لو الفم محتوي على فقاقيع او تقرحات او الضرع بتاعه فيه التقرحات بيبدأ يدي دلالة انه عنده حمى قلاعية. بيبان قوي كمان الموضوع لو عنده سيل في اللعاب بتاعه، بيبقى على شكل خط بيصل من الخطم بتاعه او الفم بتاعه الى الارض. يبقى ده اول مرض يقدر يكتشف او يشوفه الطبيب البيطري وهو الحمى القلاعية، بيعرفه من العلامات اللي بنتكلم فيها ديت: ارتفاع درجة الحرارة 42 درجة، وجود تقرحات او فقاقيع على الخطم واللسان او الضرع، وجود بعض اللعاب بيسيل من فمه في شكل قط من فمه الى الارض. يبقى ده على طول بيبقى عارف انه حيوان مصاب بالحمى القلاعية، فيكون النتيجة ايه؟ الحيوان يستبعد ويتم علاجه ثم يأتي مرة اخرى بعد عملية والتأكد من شفائه. في مرض اخر ممكن يتعرف عليه من الشكل العام للجسم وهو مرض السل. مرض السل هو التهاب في الغدد الليمفاوية، بيظهر تحت ابط وباط وافخاذ الحيوان، بتلتهب الغدد اللي تحت الابط والافخاذ، ولكن بيظهر في حالة هزال عام على الجسم، وبنلاقي العظام بدأت تظهر بتاعة الضلوع بشكل رهيب على الحيوان، فده يديله دلالة فيقوم يبص على الغدد الليمفاوية بتاعة الحيوان، يبقى خلاص عارف انه مصاب بالسل وقد يعدم الحيوان. في مرض اخر هو التسمم الغذائي، ممكن الحيوان يبقى سليم ظاهريا ولكن درجة النهجان بتاعته وسرعة النفس شديدة جدا، فتديله دلالة انه ممكن يكون الحيوان ده اكل عليقة فيها بعض المواد الفطرية او المسببات الفطرية للتسمم،
فبالتالي ايضا بيستبعد الحيوان لحين علاجه. في امراض اخرى لا يعالج فيها الحيوان زي الحمى الملطية او حمى البحر الابيض المتوسط. بيعرفها منين الطبيب البيطري؟ بيشوف صديد من الدم خارج من فتحة الشرج او من فتحة البول للحيوان. تاني، مرض الحمى الملطية او حمى البحر الابيض المتوسط بيعرفه الطبيب البيطري من وجود صديد خارج من فتحة البول للحيوان. في الحالة دي بيعدم الحيوان تماما، مش بيتعالج، بيعدم. في مرض اخر وهو مرض الجمرة الخبيثة او الحمى الفحمية، بيستدل عليه الطبيب البيطري منين؟ في الحمى الفحمية في الحالات المتقدمة فيها بيخرج صديد دموي من جميع فتحات جسم الحيوان، سواء من فتحات الشرج او من فتحات البول او من فتحات الخطم او من فتحات الانف او من فتحات الاذن. فاذا في الحالة دي بيعدم الحيوان اعدام كامل. ده هيجرني لحاجة مهمة قوي، ان انت كمستهلك للحوم مجرد انك لقيت الحيوان ده عليه الختم بتاع المجزر، فانت جواك اطمأن قلبك ان الحيوان ده اندبح بعد الكشف البيطري عليه قبل الذبح ثم بعد عملية الذبح. يبقى انا بنصح كل ابنائنا وبناتنا ومشاهدينا انك ما تشتريش لحوم مهاش عليها الاختام الحية بتاعة اللحوم. ليه؟ لان ده دلالة ان الحيوانات دي لم يتم ذبحها داخل المجزر، وبالتالي لم يتم الكشف عليها. ولو هي لا قدر الله عندها امراض، فالامراض اللي في الحيوان بتنتقل الى الانسان عن طريق تناول لحم الحيوان المصاب، فقد تسبب بعض الامراض الكارثية للانسان. فبالتالي ده مهم قوي ان ابنائنا وبناتنا الطلبة وكل اللي بيشاهدونا يبقوا عارفين ان الحيوان او اللحوم الغير مختومة ده دلالة على ان الحيوان من مصدر غير موثوق فيه، فممكن الله اعلم يكون الحيوان سليم او غير سليم، او اصلا الحيوان ذبح بعد وفاته. ودي هنعرفها والطبيب البيطري بيعرفها ازاي، الحيوان ده مات او الحيوان ده اندبح وهو حي، او الذبح الحيوي، او الحيوان ده اندبح بعد الوفاة لا قدر الله لانه كان مصاب. ده مهم اوي تعرفه. طيب، يبقى احنا قلنا اهمية عمليات انك تودي او انك انت تودي الحيوان المجزر ايه، وقلنا ايه نوع الكشف البيطري اللي بيكشف الطبيب ظاهريا على الحيوان، وايه الحالات اللي بيتعالج فيها الحيوان والحالات اللي بيعدم فيها نهائي الحيوان. طب الحيوان مر على المرحلة دي لقيناه سليم والحيوان كويس جدا، فيبدأ يخش في المرحلة التالية وهي عملية الذبح. ويجي هنا سؤال في الامتحان يقول لك ما هي شروط الذبح الإسلامي الجيد. خد بالك ان في الخارج لا يتم عمليات ذبح بعد الكشف البيطري على الحيوان. الحيوان بيخش يتعمل له صدمة يا اما بالكهرباء، او يتعمل له صدمة او طلقة بالنبض الكهرومغناطيسي بالمسدس، فبالتالي ده بيصدم الحيوان فبيموت، فده ما بيبقاش شروط ذبح اسلامي. لكن عندنا هنا لازم شروط الذبح الاسلامي. رقم واحد، استبعاد الحيوان الحي عن الاخر اثناء عمليات الذبح. رقم اتنين، بقدر الامكان الاتجاه الى القبلة. رقم تلاتة، لازم تكون السكين حادة ومسننة جدا، يعني السكين والآلة اللي انت بتعمل بيها عمليات الذبح
تكون حادة جدا. رقم 4، انك لازم تعمل عمليات ذبح للذبيحة بتاعتك بجرة ونصف من بعد الرقبة او الفقرات العنقية. وبتقطع رقم 5، الوداجين اللي بينقلوا الدم من والى المخ، القصبة الهوائية، المريء وهو مجرى الطعام. دي اسمها شروط الذبح الاسلامي الجيد. تاني، 1، انك تبعد الحيوان وتعزله عن الحيوان الاخر. 2، تتجه للقبلة قدر الامكان. 3، تسن السكينة بتاعتك وتكون آلة حادة جدا. رقم 4، ان الحيوان بتاعك تبدأ تقطع بجرة ونصف بعد الرقبة. رقم 5، انك تقطع وتتأكد تماما من قطع الثلاث حاجات دول. 1، القصبة الهوائية. 2، مجرى الطعام وهو المريء. 3، الوداجين اللي بينقلوا الدم من والى الجسم للمخ. تعالوا نشوف مع بعض فيديو هيوضح لنا هل الذبح ده بيتم بالشروط دي ولا لا. هنشوف فيها شروط الذبح الاسلامي الجيد، هل هو اثناء عمليات الذبح بيبعد الحيوان ولا لا، وبيقطع من اني منطقة، والسكينة بتاعته حادة ولا لا. ممكن نشوف مع بعض الفيديو، والفيديو هيأكد لنا ازاي بيتم عمليات الذبح داخل المجازر الآلية. الحيوان الأول واحدة واحدة دخل، دي آلة. الآلة ديت بتبعد الحيوان وبتحد من الحركة بتاعته قدر الإمكان، وراسه بس اللي بتخرج من الآلة البرملية اللي انت شايفها ديت. يبقى أول حاجة عزل الحيوان زي ما انت شايف. 2، بدأ يحجم الحركة بتاعته. 3، الآلة اللي انت شايفها ديت خرجت الرأس، فهتبدأ الآلة ترفع الرأس إلى أعلى، هتحاول تظهر منطقة الرقبة اللي هيقطع منها الراجل اللي هيذبح. الآلة بتلف برمليا زي ما انت شايف عشان تخلي الرقبة الى اسفل. تمام كده، الآلة لفت 360 درجة عشان تنزل، تخلي 180 درجة عشان تنزل تخلي رقبة الحيوان الاسفل. خد بالك هنا بقى، ظهر كده مجرى الهواء في رقبة الحيوان، وظهر معاه الوداجين، وهيظهر معاه القصبة الهوائية. كده يبقى سهل قوي على اللي هيذبح ان هو يشوف هيقطع فين بالظبط، او هيقطع اني مناطق في الرقبة باينة خالص زي ما انت شايف. طيب في الاثناء دي هتلاقي الراجل اللي بيذبح بيسن سكينته زي ما انت شايف، الالة حادة جدا وسن سكينته. بعد كده يعمل عملية تكبير، او هو يلبس الجوانتي قبل ما يعمل عمليات الذبح، سن كويس هيكبر. وبعد كده خلاص الحيوان رقبته واضحه خالص، فشايف هو يقطع من انهي جزئيه زي ما انت شايف. هيبدا ياخد انهي جزئيه بالظبط بعد جره ونص على طول من الفقرات العنقيه. هياخد معاه الوداجين، وهياخد معاه القصبه الهوائيه، وهياخد معاه مجرى الطعام. اذا الشروط اتحققت كامله بتاعه الذبح الاسلامي. بعد كده الاله بترجع لوضعها الطبيعي. خد بالك من شرط مهم، عدم فصل الراس الى ان يتم الادماء الجيد للحيوان. الراس بتفضل سليمة، ما بنفصلهاش من الحيوان الى ان يتم الادماء الجيد للحيوان. كده هيتم سحب الحيوان ويسيبه لحد ما يعمل عملية احنا بنسميها الترفيس. تاني، شرط مهم قوي في عملية الذبح، عدم فصل الرأس. ليه؟ هقول لك ليه ما بنفصلش الرأس. لكن انت قدامك في الفيديو زي ما انت شايف الحيوان بيتم تركه تماما الى ان يتم عمليات الادماء الجيدة، وبعد كده بيتعلق من احد الاطراف الخلفية علشان يدخل على المجزر ويتم اجراء العمليات الاخرى معاه. دي اول جزء مهم او اول فيديو معانا. خلاص كده ورانا ازاي بنعمل عمليات الذبح بشكل ايه، بشكل اسلامي جيد. يبقى الشروط اتحققت ولا لا؟ اتحققت. اول حاجة عزل الحيوان، حطه في آلة تحد من حركته، خرج الرقبة بس،
بعد كده في آلة بتخلي الرقبة تطلع إلى أعلى، والآلة بتلف بحركة دائرية 180 درجة بتكشف المناطق اللي هيقطع منها، اللي هي عبارة عن الوداجين، اللي هي عبارة عن القصبة الهوائية، اللي هي عبارة عن مجرى الطعام وهو المريء. بعد كده بيجي الراجل اللي هيعمل عمليات الذبح، بيعمل كالآتي: أول حاجة بيعمل عمليات التكبير والتسمية للحيوان اللي موجود عندي، بعد كده بيسن الآلة بتاعته كويس قوي ويبدأ يفصل من الأماكن اللي أنا قلتها. شرط أساسي إنه ما يفصلش الرأس عن الجسم. والسؤال هنا: ليه ما بيفصلش الرأس عن الجسم؟ لازم بعد الحيوان ما يتم ليه عمليات ذبح جيد، إنه لازم يعمل عمليات إدماء جيد، إنه يتخلص من أكبر كمية ممكنة من الدم اللي موجودة داخل جسمه. وهو ده الفرق بيننا في شروط الذبح الإسلامي الجيد والذبح في الغرب. في الغرب بيتم صدمة وبعد كده يبدأ يعمل عمليات السلخ. الفترة اللي بيموت فيها الحيوان نتيجة الصدمة وعمليات السلخ، الدم تقريبا بيتجلط داخل الجسم وبيسبب مشاكل سواء في الحيوان في الذبيحة أو صحية لنا احنا في عمليات الاستهلاك. وده الفرق بيننا وبين الذبح عند الغرب. لذلك احنا بنقول ليه بنسيب راس الحيوان؟ لسبب بسيط: لو انت فصلت الراس خالص، فالنخاع الشوكي اللي بيوصل الاشارات العصبية الى المخ، لو شلت الراس هتنقطع، مش هتبقى موجودة. لكن لما انا بسيب راس الحيوان، فالاشارات العصبية اللي بتيجي من المخ للجسم ومن الجسم الى المخ هتقول له الحق، الدورة الدموية للحيوان فيها هبوط حاد. لان انا لما بفصل الوداجين واقطع الوداجين اللي بينقلوا الدم من والى المخ، الدم بيخرج بره الجسم، فبيحصل هبوط في الدورة الدموية في القلب، فيدي القلب اشارة الى المخ عن طريق المستقبلات العصبية اللي في الجذع، فتقول للمخ خد بالك ان الدورة الدموية انخفضت وان الدم مش واصل كويس. فالمخ يدي اشارة الى القلب المضخة بتاعة الحيوان انها تضخ اكبر كمية ممكنة من الدم، فبالتالي هتعمل ضخ شديد للدم فهيخرج بره الجسم. كده اعتقد فهمنا ليه احنا ليه ما بنفصلش الراس اثناء ذبح اي حيوان او اي طائر. حتى الطائر، الفراخ، الوز، اي طائر بنذبحه وبنسيب رقبته لحد ما يخلص. ليه؟ عشان اشارة المخ للقلب تقول له عوض الفقد في الدورة الدموية، فيشتغل بشكل قوي جدا فيضخ الدم عشان عايز يوصله للمخ، فالاشارات ما بتوصلش فيفضل يضخ، فالدم يخرج كله بره ويحصل ادماء جيد للذبيحة. ده السبب في عدم فصل الرأس عن الجسد حتى تمام الانتهاء من الطائر او الحيوان المذبوح. في خطوة على طول مباشرة بتلي عمليات الذبح، وهي عمليات السلخ. في الحيوانات الكبيرة بيتم اخذ الحيوان وتعليقها من اطرافها وتدخل عشان نبدأ نعمل لها عمليات السلخ اللي بتبدأ من أعلى ثم أسفل حسب المنطقة، وبيبقى سير متحرك بيقابله جزار ثم جزار ثم جزار، وكل واحد عارف المكان بتاعه كويس. أما في الحيوانات الصغيرة قبل عمليات السلخ بيبقى فيه عملية في المنتصف اسمها عملية النفخ، نفخ الجلد في الحيوانات الصغيرة زي الخراف والماعز. ويجي سؤال يقول لي: علل نفخ الجلد قبل السلخ في الحيوانات الصغيرة مثل الخراف والماعز. ليه؟ اول حاجة عملية النفخ بتسهل فصل الجلد عن جسم الحيوان. يبقى اول فايدة من عملية النفخ للجلد بتسهل فصله عن جسم الحيوان او عن الذبيحة، فهتسهل لي عمليات السلخ. رقم 2، بتدي الشكل المميز للذبيحة من الداخل.
نتيجة لعملية النفخ. رقم ثلاثة، نتيجة ضخ الهواء بتضغط على الجسم من الداخل وعلى العروق والشرايين الدموية، فبتضخ أكبر قدر من الدم خارج الحيوان، فبيحصل إدماء جيد إلى النهاية. يبقى أنا بستفيد من ضغط الهواء على جسم الحيوان إن أنا أخرج أكبر كمية من الدم إلى خارج الحيوان. دي عمليات النفخ في الحيوانات الصغيرة. معانا فيديو اللي هو الذبح والسلخ والتقطيع، فيديو هيوريني ذبح وسلخ وتقطيع التلات مراحل مع بعض في مجزر متطور. فيديو للذبح والسلخ والتقطيع هيوريني المراحل دي كاملة. شوف معايا كده واحدة واحدة. حيوانات صغيرة ذبح بالطريقة الإسلامية اللي احنا اتكلمنا عليها، لازم ما يفصلش الراس ويعلق من احد الاطراف، ويبدأ الحيوان يتحرك على السير زي ما احنا شايفين. خد بالك بقى من نقطة مهمة هنا. اولا زي ما انت شايف، اقف بس، هنقف عند الحتة دي. الارضية بتاعت المجزر دائما فيها ماء، تيار من الماء الساري، دايما فيها تيار من الماء الساري. اولا ده لشروط السلامة والصحة المهنية، وكمان لشروط الصحة للمنتج اللي بيطلع اللي هو اللحوم اللي هتخرج، لان بحاول دايما يكون المكان بتاعي، لان الدم واللحوم اكثر المنتجات الغذائية اللي بتبقى عرضة للاصابة بالميكروبات الدقيقة وبتتضاعف كل دقيقة. فبالتالي طول ما في تيار من الماء فهيبقى عندي البيئة آمنة، وبتخلص من أكبر قدر ممكن من الكائنات الدقيقة. نمشي الفيديو مع بعض. طول ما هو ماشي الدم بينزل منه. أقف هنا بقى، أنا عايز أقف عند الراجل ده. خد بالك إن كمان من شروط الصحة والسلامة المهنية العاملين القائمين على عمليات الذبح داخل المجزر. الراجل ده زي ما انت شايف، اولا لابس واقي للرأس، ولابس كمان مريلة للجسم، وهتلاقي على يمينه اثناء عمليات التقطيع او عمليات السلخ بتاعته هتلاقي تيار من الماء بيحط دايما فيه المبرد او الكزلك بتاعه او السكينة بتاعته اللي بيعمل بيها عملية قطع لعملية النظافة. يبقى اذا عندي كمان شروط الصحة والسلامة المهنية متوفرة في العاملين والادوات المستخدمة. تعالوا نكمل مع بعض. هتلاقي الراجل ما بيمشيش مع الحيوان، لا الحيوان هو اللي بيمشي على سير، وكل جزار زي ما انت شايف بيبل الميه ازاي، وبيغسل وبيرجع وبيقطع من حته ثابته ليه بس، هو واقف بس لكل الحيوانات عشان يقطع حته واحده. خلاص اتاكد ان الحيوان اللي قدامه عمل ادماء جيد ممكن يفصل الراس، لكن هو بياخد من زي ما انت شايف من عنده السره، بيبدأ في الحيوانات زي الخراف من عنده السرة، بيقطع من عنده السرة ويسيب القطع زي ما انت شايف ويقطع الراس. خلاص عارف ان الحيوان كمل. الحيوان بيبدأ يتعلق من الاجزاء الامامية والخلفية على خط اخر او سير اخر زي ما انت شايف. اولا جنبهم حوض من المية او جردل من الماء، في تيار ماء دايما مستمر، وبيبدأ ياخد الجزء الاخر اللي بيكمل ورا الزميل الجزار الزميل اللي سبقه من الجزء اللي خده من الاجزاء الامامية. خد خلاص هو من عند الكتف ومقدم الكتف والرقبة. خلي بالك انه ما بيتحركش نهائي، هو بيقول لك الجزء اللي خده ما بيتحركش نهائي خالص، هو ماشي زي ما هو ماشي مع الحيوان كده، ما بيمشيش هو مع الحيوان، الحيوان بيتحرك. هو سريع جدا وماهر جدا، بياخد من اول منطقة السرة، بياخد منطقة الكتف من الامام، ثم منطقة مقدم الرجول زي ما انت شايف، بيسن اول بول المقشط بتاعه او السكينة بتاعته، ويبدأ يبل ما بين كل حيوان وحيوان في الماء عشان يتأكد دايما ان السكينة بتاعته ما نقلتش اي دم او اي ميكروبات من حيوان الى حيوان. يستمر الوضع زي ما انت شايف على السير، بيجي ليه جزار اخر بياخد جزء اخر زي ما انت شايف، جزء من الصاروخ، والصاروخ ده بيفصل ما بين مقدم الرقبة
والكتف خالص والذراع والأذرع، وبرضه بجانبه الميه عشان دايما يبقى الآلة اللي معاه دايما سليمة زي ما احنا شايفين، بيراعي شروط الصحة والسلامة المهنية. يبقى إذن الذبيحة هنا هي المتحركة، وفي أكتر من جزار، كل جزار له مهمة. واحد بيفصل راس مع بداية السرة ويقطع، والتاني بياخد مقدم الصدر، واللي بعديه بياخد لحد الكتف والأجزاء الأمامية، والراجل اللي بعديه زي ما انت شايف هياخد لحد بداية منتصف الذبيحة، وكل شوية بيسن السكين بتاعه، وعنده دايما ماء جاري بيحط فيها السكين بتاعه عشان يوصل لنظافة كاملة او نظافة للأدوات اللي بيستخدمها بشكل جيد. الذبيحة بعد كده بتنتقل، ونبدأ نشوف انها بتنفصل من الربع الخلفي، بتسيب خلاص. بص زي ما انت شايف كده ايه اللي هيحصل، الذبيحة خلاص هتمر للخطوة اللي بعدها، هتكون النتيجة بيقول لي برضو ديت مرحلة تانية بلانك، تبدأ تخش على مرحلة تانية ثابت من الربع الخلفي خالص وبقت على الربع الامامي، فالجزار اللي بيجي بعديه بيبدأ يوصلها لحد منتصف الذبيحة، من اول المقدم لحد منتصف الذبيحة. نفس الشروط في كل العاملين او الجزارين. دي مكنة اللي قدامك بتسلخ الجلد كاملة عن طريق ذراعين بيلفوا عكس بعض، فبتشد الجلد من المنطقة اللي وصلها الجزار اللي هي المقدم الامامي، وتبدأ تاخد الجلد نهائي وتفصله فصل نهائي عن الذبيحة. زي ما احنا شايفين هتفصلها فصل نهائي عن الذبيحة. هل الجلد ده بيقع على الارض؟ لا، ما بيقعش على الارض، بيبقى على نفس الذراعين وبيتجه الى الاتجاه الاخر وينزلوا على مكان اخر مخصص بالجلد فقط. خد بالك ان الطريقة دي بتحافظ على سلامة الجلد كامل، لان هناخد وحدة كاملة في حفظ وتصنيع اللحوم، وهي الصناعات القائمة على مخلفات المجازر اللي من ضمنها صناعة دباغة الجلود. وعشان يبقى فيه صناعة دباغة جلود جيدة لازم الجلد كل ما بيكون طالع سليم كامل بدون اي تشوه او اي قطع فيه، كل ما بيزيد القيمة السعرية بتاعته. شوف زي ما انت شايف المجزر متطور جدا، الصحة والسلامة المهنية عالية جدا، الادوات كمان المستخدمة متطورة، حتى عملية السلخ بتكمل للنهاية بشكل آلي، ما بتكملش بالشكل اليدوي. زي ما انت شايف الدراعات خدت من على الخرفان الجلد كامل من الجزء المقدم الامامي ولفت عكس بعضها ونزلت الجلد الى الاسفل، وهيوريك دلوقتي الجلد بيروح بأني طريقة. خد بالك ان الجلد زي ما اقول له مجرى اخر، والجلد ما بيقعش وما بيترميش، ده بينزل زي ما انت شايف. اه بص الجلد الدراع بيرجع يلف في الاتجاه العكسي، ويبدأ الجلد ينزل في مجرى مخصصة ليه في الآلة نفسها. اه بعد ما نزل ونزع، خد بالك ان في الجزئية ديت بقى بيبدأ ياخد الاجزاء الاخرى، او يفتح الذبيحة وياخد الاجزاء مترقمة اللي هي المحتويات الداخلية للحيوان. وكل محتوى زي ما انت شايف كل كفة ماشية لها محتويات ذبيحة، معروف الذبيحة بتاعتها فين عشان هيجر عليها كشف بيطري، سواء المحتويات او جسم الذبيحة من الداخل، هي نفس الفكرة. بعد كده بيبدأ زي ما انت شايف هيبدأ يعمل عمليات تقطيع للحيوان، سواء شقه الى انصاف او ارباع بعد ما يعمل عمليات كشف عليه. بنقف لحد كده في الفيديو ده ونرجع تاني مع بعض نستكمل نشوف الموضوع ده. انت شفت كده بعينك، او شفت كأننا بالظبط رحنا زيارة المجزر، شفت شروط الصحة والسلامة المهنية سواء في المعدات او الادوات او الافراد القائمين على العملية نفسها. خدت بالك ان الذبيحة هي المتحركة، وفي اكتر من جزار، وكل جزار عارف مهمته ايه بالظبط، وعنده سرعة ومهارة في تأدية الوظيفة بتاعته. خدت بالك ان الجلد كمان في عملية السلخ مفيش فيه فقد ولا هدر، وما بيترميش، ده له مجرى مخصص عشان يستقبل في مكانه المخصص الاخر. بعد شق الحيوان يجي دور الطبيب البيطري مرة تانية، اللي هو الكشف على الذبيحة من الداخل. انا قلت ان في امراض بتظهر في الخارج وامراض ما اقدرش اشوفها بعناية، لازم اشوفها في الذبيحة من الداخل.
اول امراض وهي الديدان الشريطية. تاني اول حاجة مهمة الديدان الشريطية. الطبيب بيشوفها في حاجتين، اول حاجة بيكشف عليها في راس الحيوان، لو لقى ولو دودة واحدة او يرقة واحدة داخل الرأس بيعدم الحيوان بالكامل. مدام الديدان الشريطية وصلت الى الرأس فبيعدم الحيوان بالكامل. خد بالك ده مهم قوي. طيب لو لقاها مش موجودة في الرأس وبيكشف على الارباع الداخلية للحيوان، في اربع ارباع، ولقى في ارباع سليمة لكن لقى في ربع مصاب، ربع مصاب، ياخد الربع المصاب ويعد اليرقات او الديدان داخل الربع المصاب، لو العدد وصل الى 10 بيعدم الربع، لو العدد وصل الى 10 بيعدم الايه الربع، لو العدد اقل من 10 لا يعدم الايه لا يعدم الربع. يبقى انت كده واخد بالك ومركز، بيشوفها الاول في الرأس، لو موجودة في الرأس اعدام للذبيحة، بعد كده بيشوفها في الارباع ويعدها، الربع السليم خلاص، الربع لو عدى عن 10 يعدم الربع. تاني حاجة مرض الصفراء او اليرقان. مرض الصفراء او اليرقان بيعرفوا منين؟ من رقبة الحيوان. اذا استدل على وجود الصفراء او اليرقان في رقبة الحيوان بتعدم الذبيحة بالكامل. يبقى كام حالة؟ حالتين هم لإعدام الذبيحة. تالت حالة لو اثناء بعد ما فضل المحتويات بص على القلب من الداخل، المحتويات بقى مش جسم الذبيحة، المحتويات، لأن الأوردة والشرايين بتاعت القلب متجلط فيها الدم في كل الأوردة والشرايين، يبقى ده نتيجة مرض صديدي فبيستبعد الحيوان بالكامل بيعدم. يبقى ثلاث حالات الطبيب البيطري بيتأكد منه، بيتأكد من عدم وجود ديدان شريطية في الحيوان، لو موجودة في الرأس يعدم، لو موجودة في ربع بيعدهم، لو أزيد من 10 بيعدم. يرجع يشوف اليرقان او الصفراء في رقبة الحيوان لو استدل عليها بيعدم. يرجع يشوف القلب والاوعية الدموية لو جواها صديد او تجلط بيعدم الحيوان. وده بقى ياخدنا لنقطة مهمة قوي، وهي ازاي تعرف الذبح ده حيوي ولا غير حيوي. دلوقتي حيوان تم ذبحه وراحوا بيه للطبيب البيطري ودخلوا بيه للمجزر، بس عايزين نكشف عليه وكان سليم. طب ذبحتوه سليم وحي ولا لا؟ فيقولوا ذبحناه وحي. يتأكد منين الحيوان ده مذبوح حي او مذبوح بعد الوفاة؟ رقم واحد لو الاطراف بتاعت الحيوان الاربعة الطبيب البيطري حركهم ورجعهم لوضعهم الطبيعي ورجعوا معاه، يبقى الحيوان اندبح دبح غير حيوي، اندبح بعد الوفاة. تاني حيوان مذبوح وعايز اعرفه اندبح دبح حيوي ولا بعد ما مات، الاطراف الاربعة الرجول الامامية والخلفية لو انا مسكتهم ورجعتهم لوضعهم الطبيعي ورجعوا بمنتهى السهولة وثبتوا، تعرف ان الحيوان اتذبح ذبح غير حيوي. ليه؟ لانه كان مات وما حصلش اجهاد وما حصلش تيبس رمي، وبالتالي الارباع او الرجول رجعت لوضعها الطبيعي. اما لو جه يرجع الرجول رجعت وردت منه وما رجعتش بسهولة وفي تصلب في الحيوان، تعرف انه اندبح ذبح حيوي، معناها ان حصل اجهاد اثناء عملية الذبح اللي بنسميها عملية الترفيز اللي صاحبها تيبس رمي وتصلب في جسم الحيوان. دي رقم واحد. رقم اتنين الحيوان خلاص مذبوح ففي اثار من الدماء حوالين الحيوان، لو مررت
تيار من الماء على الدم، والتيار ده خلى الدم المتجلط مشي وما سابش اثر على المكان اللي هو فيه، تعرف ان الذبح كان غير حيوي، انه اندبح بعد الوفاة، لان الدم اللي نزل كان دم متجلط، فبالتالي ما سابش اثر اللي هو اللون الاحمر الوردي على الارض. تمام كده؟ ده حتى في البيوت والمنازل لو انت ذبحت فرخة وحطيتها في قلب الحوض او في ارضية الحمام حسب ما ذبحت المكان، وبعد ما خدت الفرخة وانت حبيت تنظف المكان، فهتيجي تضرب تيار المية فهتلاقيه الدم بدأ يتجلط وسايب اثر وبدأ التجلط يمشي معاك. لكن لو الحيوان ده ميت، الدم اللي نازل اصلا او جزء الدم اللي نازل مش دم، نازل جزء متجلط اصلا، فبالتالي مش سايب اثر خالص نهائي عندك. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، افتح الحيوان ده واعمل عملية سلخ ليه وشوف القلب بتاعه والاوعية الدموية والاوردة. لو الدم متجلط بالداخل يبقى الحيوان اندبح بعد الوفاة، لانه ما عملش ادماء جيد للدم بتاعه، فبالتالي تجلط داخل الاوردة والشرايين في الحيوان في القلب، خصوصا في البطين الايسر والايمن عند الحيوان. يبقى ثلاث مظاهر ممكن اعرف بيهم والحيوان تم ذبحه قبل او ذبح حي وهو سليم او حي او اندبح بعد الوفاة. ده جزء مهم قوي. طيب بعد عمليات الذبح وخلاص كشف بيطري على الحيوان، فبنبدأ نشوف مرحلة مهمة وهي القطعيات. طبعا قبلها بنعمل عمليات اختام اللحوم، واختام اللحوم معناها ان المجزر قال لي ان اللحمة بتاعتي خلاص سليمة هتنزل. والختم غالبا بتاع اللحوم بيبقى عبارة عن قطعة معدنية، طبعا اللي موجود حاليا، لانه تم على فكرة في الفترة القريبة دي تم تغيير الاختام، او تم تغيير الاختام اللي موجودة في الاسواق في الفترة او الشهر او شهرين الاخرى. لكن الفكرة العامة في الاختام بتاع اللحوم المتواجدة عندنا، ان الختم عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء من المعدن او بقرة من المعدن بتعدي على جسم الحيوان. هوريك صورة ليها عشان تشوفها، صورة للبقرة المعدنية. ده نوع منها اهوت، البقرة المعدنية. البقرة المعدنية ديت فيها خمس اجزاء، فيها خمس اجزاء. الخمس اجزاء دول بيعبروا عن ايه؟ شوفها برضو في الصورة، في الوان في الختم، جزء منه في اللون وجزء منه معدن. جزء اللون، وخلي بالك برضو تاني زي ما انت شايف كده، جزء اللون اللي في الخلف ده، والجزء ده اللي هي البقرة المعدنية الدائرية. طبعا المثلث ده دي دلالة هنعرفها دلوقتي، ولكن انا بتكلم ان هل كلها زي بعضها القطعة دي، القطعة الدائرية دي؟ لا، القطعة دي خمس اجزاء كل جزء بيعبر عن حاجة. اول جزء بيعبر فيها عن اسم المجزر، اول قطعة في الخمس قطع المعدنية بتعبر لي عن اسم المجزر. تاني قطعة في الختم بتعبر لي عن تاريخ الذبح اللي هو اليوم اللي اندبح فيه. تالت قطعة معدنية هي عبارة عن رقم العنبر اللي تم الذبح فيه. رقم اربعة او القطعة الرابعة هي العلامة السرية للمجزر. رقم خمسة نوع الختم نفسه اللي هو اللي قدامك ده، الشكل المثلث، هي دايرة لكن الدايرة دي جواها مثلث فده اسمه نوع الختم نفسه، اللي هي نوع مثلث ولا مربع ولا ايه. يعني اديك في مثال اخر زي ده اللي وراها على طول، ده مش هتلاقيه مثلث، هتلاقي القطعة اللي جوه دي مش مثلث، هتلاقي القطعة اللي جوه ديت عبارة عن مستطيل، قطعة المعدن نفسها مستطيل مش مثلثة. تاني عشان انت مركز معايا،
الختم عبارة عن بقرة من المعدن بيستخدم فيه لون. خد بالك برضو عشان تبقى انت عارف، الالوان دي عبارة عن الوان طبيعية بتستخرج من مصادر نباتية طبيعية، مهاش الوان صناعية، يعني مهاش الوان ضر. الالوان دي بتبقى تحت هيئة الرقابة سواء لوزارة الصحة او للتوحيد القياسي المصري. تاني، الالوان المستخدمة هي الوان طبيعية وليست الوان صناعية، يعني ما بتأثرش على الصحة العامة للإنسان، مفيش منها ضرر. بيتم استخدام الألوان طبقا لوزارة الصحة وهيئة التوحيد القياسي. الختم بتاعي 5 قطع، قطعة منهم بتبقى اسم المجزر، قطعة منهم تاريخ الذبح أو اليوم بتاع الذبح، قطعة منهم تالتة بتبقى عبارة عن العنبر اللي تم فيه الذبح، قطعة رابعة وهي العلامة السرية للمجزر نفسه، قطعة 5 نوع الايه؟ نوع الختم. طبعا عشان اتغير الموضوع، لكن احنا بنتكلم ان في اختام للابقار والجاموس والاغنام، وفي اختام للابل والماعز، وفي اختام للحوم المستوردة من الخارج، وفي اختام للحوم الخنازير المستوردة ايضا من الخارج. خلاص بنعمل عمليات الختم او بنمر بعمليات الختم على الذبيحة. قبل ما نكمل دي، الذبيحة بتتقطع، ويجي لك جزء عملي مهم لازم تشوفه في الصور، وهي مقاطع الحيوان نفسه. في الذبائح بيتشق نصفين، الذبائح الكبيرة بيتم شق الذبيحة الى نصفين بالطول، فكل نصف بيبقى عبارة عن ربع امامي وربع خلفي، وهتشوفها على الصورة دلوقتي، ده نصف طولي كده شامل ربع امامي وشامل ربع خلفي. فالربع الامامي للحيوان له مكونات، والربع الخلفي له مكونات. بص معايا على الصورة، ده مقطع طولي يعني نصف ذبيحة من الذبائح سواء الابقار او الجاموس، فواخد ربع امامي اللي هو من بداية، شوف انا هشاور هنا عشان تبقى انت مركز، من بداية الريش والضلوع لحد قدام كده وانا ماشي، ده اسمه الربع الامامي لحد الرقبة، عشان بس انت فاهم الربع الامامي بيبدأ منين وبينتهي فين. بيبدأ من اول الرقبة وبياخد المقدمات الامامية للحيوان، وياخد لحد الريش من الخلف. تاني، لحد الريش من الخلف، عشان النقطة دي مهمة قوي. الربع الخلفي بقى بياخد من اول المنطقة بتاعت العمود الفقري اللي مفيش فيها ضلوع اللي انا بشاور عليها دي، وينتهي الى الخلف خالص، الى الارجل الخلفية. طيب يجي يقول لي اذكر مكونات الربع، ده جزء عمل مهم قوي، اذكر مكونات الربع الخلفي للذبيحة. تاني، اذكر مكونات الربع الخلفي للذبيحة. اول حاجة اللي هي الجزء اللي انا بشاور عليه ده اسمه الموزة الخلفية، اسمها الموزة الخلفية. يبقى الجزء اللي انا بشاور عليه اللي في الاول ده، من اول اللي انا بسميه مقدم العرقوب او من بداية الرجل لحد الجزء اللي انا بشاور عليه ده، اسمه الموزة الخلفية. اللحمة بتاعتها بتبقى متوسطة في الجودة. تاني، اللحمة متوسطة في الجودة. وارجع لابنانا الطلبة، يعني ايه متوسطة في الجودة؟ يعني مش صالحة للاستهلاك الادمي يا مستر؟ لا صالحة، ولكن يعني ايه متوسطة في الجودة؟ في اجزاء رديئة وفي اجزاء متوسطة وفي اجزاء عالية في الجودة. رديء او متوسط او عالية في الجودة حسب نوع الاستخدام بتاعها، يعني ممكن استخدمها في عمليات الطهي ولا لا، في عمليات الطبخ ولا لا، في عمليات الشواء ولا لا.
الحاجات اللي ما اقدرش اطبخها او اعمل لها عمليات طهي وشوي بسميها مقاطع رديئه، بتبقى صعوبه المضغ فيها عاليه وصعوبه الطهي فيها عاليه، وبالتالي دي بتوجه لعمليات الفرن، يتعمل منها كفته، يتعمل منها بسطرمه، يتعمل منها كبيبه، بيتعمل منها اصناف اخرى خالص، ما بتعملش منها عمليات الطهي. عشان بقى بس مركز، الاصناف المتوسطه هي اللي بيتعمل منها عمليات الطهي والطبخ، الاصناف العاليه قوي اللي بيتعمل منها عمليات الشوي. واحنا ماشيين وبنقسم لازم ابنائنا الطلبه يبقوا عارفين اني مناطق عاليه في الذبيحه واني مناطق متوسطه واني مناطق منخفضه. تعالوا نرجع تاني للربع الخلفي اللي احنا بنتكلم فيه. اول حاجه اللي هي الموزه الخلفيه، دي منطقه متوسطه في اللحم، يبقى منطقه من المناطق المتوسطه. الجزء رقم 2 اللي بنسميه هنا كده الفخذ، اللي مكتوب عليه الفخذ، اللي هي بقى محتوياتها من جوه عرق التليبيانتي. تاني نرجع بالصورة مع بعض كده تاني قبل ما ارجع تاني وعقب عشان ابنانا يفهموا الموضوع ده. الجزء ده عملي مهم. لما نيجي نذبح الحيوان عندنا في الارياف، الحيوان بيتعلق كله على بعضه وبيجي يديك الكيلو على بعضه. يعني انذبحت نوع من انواع الابقار، انذبح ابقار او انذبح جاموس او جمال، فخلاص احنا بنسعر الكيلو في الارياف والمناطق اللي هي الريفية او المناطق الشعبية، الكيلو له ثمن واحد. يعني وليكن مثلا لو قلنا مثلا الكيلو ب 100 جنيه او ب 120 جنيه حسب ثمنه، فهتلاقي لما تروح للجزار تقول له اديني كيلو لحمه يقطع لك من اي ايه من اي حته، الا لو انت فاهم وعايز تقول له والنبي انا عايز حته مثلا من الدوش، او انا عايز حته من الريش، او انا عايز حته مثلا من الكوستليتا، او انا عايز حته من الفليتو، او انا عايز حته من عرق التم. وده قليل قوي الناس اللي تفهم المقاطع اللي انا بتكلم عليها. لذلك هو يقطع من اي منطقة والكيلو واحد. انما في المناطق اللي هي الرأية، المناطق اللي هي المستويات بتاعتها في الثقافة في الحاجات دي عالية، بيفرق معاها مقاطع الذبيحة، وهتلاقي عنده حتى في الهايبرات الكبيرة اللي هي بتبيع لحوم، هتلاقيه بيعرض لك الذبيحة ويقول لك دي عرق التليبيانكو ويديها تمن، ودي الكوستريتا ويديها تمن، وده الفليتو ويديه تمن. ليه؟ لان كل مقطع من الذبيحة اللي انا بقوله لك ان في مقطع متوسط ومقطع رديء ومقطع مرمري جيد، فكل ما الذبيحة المقطع بتاعها يكون مرمري واللحمة بتاعتها ملبسة جزء من الدهون على جزء من اللحوم، كل ما يكون التمن بتاعها اعلى، فتبقى الذبيحة في المناطق اللي فاهمة الكلام ده مختلفة. فلزاما عليك بقى كابنائنا فنيين احنا بندرس لهم الكلام ده، لازم يبقى عارف مقاطع الذبيحة كويس، ولما يروح عند جزار يبقى عارف هو بيقطع له منين، وعارف هو بيديله انهي جزئية من الذبيحة، وما يندهكش عليك بالمعنى الاصح، وتبقى عارف الحته دي عرق التريبيانكو ولا لا، الحته ديت من الدوش ولا لا، الحته دي من السر، والحته دي من العكاوي ولا لا. عشان كده انا بقول لك دي جزء عملي مهم، يقول لك مقاطع الذبيحة لازم تبقى انت عارفها وعارف تقسيماتها. تعالى بقى نرجع للصوره تاني عشان تعرفها بالتفصيل، تعرف المنطقه دي اسمها ايه، والمنطقه دي مميزه ولا لا، ولا رديئه ولا لا. تعالى نرجع بقى تاني مع بعض كده للصوره. الربع الخلفي اول جزء فيه قلت الموزه الخلفيه، ودي منطقه متوسطه يليها منطقه الفخذ. منطقه الفخذ دي منطقه جيده اعلى من المتوسط، جوه الفخذ من الداخل حاجه اسمها عرق التليبيانكو. عرق التليبيانكو ده قطعه واحده على بعضها على حسب حجم الذبيحه، ممكن يبقى 2 كيلو، ممكن يبقى 3 كيلو، ممكن يبقى 4 كيلو على حسب حجم الذبيحة، ولكن بيبقى موجود في الفخذ من الداخل.
وغالبا عرق التريبيانجو ده هتعرفوا فيما بعد في احد الوحدات في مادة حفظ وتصنيع اللحوم، هو ده اللي احنا بنصنع منه البسطرمة، هو ده اللي احنا بنعمل منه البسطرمة، بناخد البسطرمة اللي هو عرق التليبيانكو على بعضه ونبدأ نجهزه لتصنيع الايه، لتصنيع البسطرمة. يبقى دي الجزء رقم 2. الجزء رقم 3 اللي انا بشاور عليه ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكلاطة او العكاوي. الجزء اللي فوق ده او الجزء اللي في الاعلى ده اللي انا بشاور عليه ده في الربع الخلفي اسمه الكلاطة، ده الاسم العلمي، الاسم الدارج البلدي بتاعه لما تروح اسمه العكاوي. ودي من المناطق المرمرية في الذبيحة، المناطق العالية في الجودة في الذبيحة اللي هي العكاوي. دي رقم 3. رقم 4 بقى اللي انا هشاور عليها الحتة اللي هي ما بين الحاجز الاسمر ده والحاجز الاسمر دي اسمها العضلات اللي بتكسو الظهر من الخلف، الحتة دي اللي احنا بنسميها الفليتو. الجزء اللي انا بشاور عليه ده اسمه الفليتو، اللي هو المجموعة العضلات اللي بتكسو الظهر من الامام او من الخلف من محيط الذبيحة. الجزء ده اسمه ايه عشان ما ننساهوش؟ اسمه الفليتو. طيب الجزء رقم 5 اللي تحت ده اللي هي المنطقة الرديئة بقى في الذبيحة اللي انا بسميها ايه؟ اللي انا بسميها منطقة السرة. منطقة الايه؟ منطقة السرة، خد بالك منطقة السرة. يبقى اذا انا عندي موزة خلفية، عندي فخز اللي جواه عرق التليبيانكو بيعلوه في المؤخر من الحيوان الكلاطة او العكاوي، دي منطقة مرمرية بيليها على طول الفليتو، فيها جزء منها مرمري وجزء منها متوسط، بيليها جزء من البطن من الاسفل اللي احنا بنسميها ايه؟ اللي احنا بنسميها الايه؟ السرة. طيب في جزء بقى مهم في نهاية الربع الخلفي انا بسميه الانتركوت، ده الاسم العلمي، الاسم الدارج بتاعه بقى لما تروح عند الجزار اللي هو اللي فوق ده اسمه بيت الكلاوي. تاني اسمه بيت الكلاوي، وبيت الكلاوي يا جماعة يعتبر من اعلى منطقة في الذبيحة. بيت الكلاوي من اعلى منطقة في الذبيحة. بتعرفوا منين لما تروح عند الجزار؟ هو حتة اللحمة اللي هي في نهاية الربع الخلفي اللي فيها العمود الفقري اللي مش محتوي على ضلوع، زي ما انا بشاور مش محتوي على ضلوع. طبعا الوقت دايما بيدهن، اتمنى يكون كل ابنانا الطلبة يكون قبل ما نختم دي تاني ارجع لها تاني. جزء بيت الكلاوي، جزء بيت الكلاوي يا جماعة تعرفوا منين في الذبيحة؟ هو نهاية الربع الخلفي من الذبيحة. تميزه اكتر منين؟ لو انت واقف عند الجزار تقدر تقول له هي الحتة دي بيت الكلاوي اللي هي جزء من سلسلة الظهر اللي في الخلف، جزء من سلسلة الظهر اللي في الخلف اللي مش محتوية على ضلوع. تاني انا بقول الربع الخلفي نهايته فين؟ نهايته اللي هي السلسلة الظهرية من الحيوان او العمود الفقري اللي مش محتوي على ضلوع. الجزء ده بسميه بيت الكلاوي، وبيت الكلاوي من المقاطع المرمرية المحتوية على جزء من اللحم وجزء من الدهون. يبقى انا كده عندي كم منطقة مرمرية في الربع الخلفي؟ عندي تقريبا 3 مناطق، عندي بيت الكلاوي وعندي الفليتو في جزء منه مرمري وجزء منه متوسط، وعندي العكاوي او منطقة الكلاطة منطقة مرمرية. يبقى التلات اجزاء دول في الربع الخلفي هما جزء اصيل من المناطق العالية في الجودة في الذبيحة. اما المناطق المتوسطة اللي هي الفخذ ومقدمة الموزة، اما المناطق الرديئة في الربع الخلفي اللي هي منطقة السرة. طبعا الوقت دايما بيدهمنا، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.